النهاردة هنتكلم عن ساحر سوداني عرف يقنع شاب من شباب القرية اللي هو ساكن فيها ان هو يجيب له كل فلوسه اللي فضل يلم فيها طول عمره، وهو هيعمل له عليها سحر وهيزودها له النص بالظبط. ولما الشاب ده اداله الفلوس كلها وشاف بعدها بفترة ان مفيش اي نتيجة، راح وهدد الساحر ده ان هو لو مرجعش كل فلوسه هيروح ويبلغ عنه في اسم الشرطة. لكن حرفيا اللي الساحر ده عمله مع الشاب بعد كده كان صدمة وكارثة مرعبة بمعنى الكلمة. خليك معنا للنهاية عشان تعرف القصة بالكامل، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية القصة في سنة 1994، لما كان في شاب عنده هدف وحلم ان هو يكون من اهم رجال الاعمال في السودان، وكان نفسه ان هو يكون معاه مبالغ مالية كبيرة جدا، وكان بيستثمر كل فلوسه في مجالات كتيرة. لكن للأسف بسبب خبرته اللي كانت قليلة جدا خسر معظم فلوسه اللي كانت معاه، بما فيهم فلوس الناس اللي هو كان مشغلها. وطبعا في الوقت ده الناس كلها بدأت تطالب بفلوسها واما هتبلغ عنه، والشاب ده ما كانش عارف يتصرف ازاي، لحد اما قرر ان هو يتجه لمجال السحر والدجل عشان المشكلة دي تتحل. وكان يعرف في الوقت ده ساحر مشهور جدا في السودان، وكان الساحر ده اسمه شعيب. والساحر ده بيقال عنه ان هو بيعرف يعمل حاجة اسمها سحر تنزيل الفلوس، وده عبارة عن ان الفلوس بتنزل على الشخص على هيئة تجارة او زباين كتير. والساحر اللي اسمه شعيب ده كان مشهور جدا في مجال السحر والشعوذة، لدرجة ان الناس كانت بتخاف تقرب منه هو او بيته، وده غير ان هو كان بيقول ان هو بينه وبين عالم الجن علاقة قوية جدا، وان هو اللي متحكم فيهم ويقدر يخليهم يعملوا اي حاجة هو عاوزها. لكن اللي كان بيميز شعيب عن بقية الصحراء ان هو كان كل اعمال السحر اللي هو بيعملها بتكون باستخدام حاجة اسمها الزئبق الاحمر، والمادة دي اساسا بيكون نادر جدا اما حد يتلقاها. وطبعا زي ما انتوا عارفين الزئبق الاحمر ده بيكون سعره غالي جدا جدا، وعشان كده الساحر شعيب كان بيطلب من الناس مبالغ فلكية بمعنى الكلمة. والساحر ده ما كانش شغال لوحده كده والسلام، لا ده كمان كان معاه اتنين بيساعدوه في كل حاجة، وكان اول واحد فيهم اسمه محمد والتاني كان اسمه نور، والاتنين دول هما اللي كانوا بيروجوا للساحر ده في كل الاماكن، وهما كمان اللي كانوا بيجيبوا الناس لحد عنده. المهم ان الشاب السوداني اللي خسر معظم فلوسه قابل محمد ونور مساعدين شعيب، وحكى لهم على كل حاجة حصلت معاه، وقال لهم ان هو عاوز سحر يزود الفلوس بتاعته بأي شكل من الأشكال، وان يكون الموضوع ده في وقت مش كبير عشان الناس اللي بتطالب بفلوسها. وفي الوقت ده محمد ونور سمعوا كل كلام الشاب ده وطلعوا على الساحر شعيب عشان يتفقوا معاه على ميعاد عشان الشاب ده يجيله فيه. وفعلا الشاب راح لشعيب وحكى له على كل اللي هو عاوزه، وشعيب في الوقت ده كالعادة طلب منه مبلغ مالي كبير جدا، وده عشان يشتري الزئبق الاحمر وطلبات العمل اللي هو هيعمل بيه السحر. وفعلا الساحر شعيب خلص العمل من تاني يوم وسلمه للشاب، والعمل ده المفروض ان هو هيزود الفلوس بشكل كبير جدا عند الشاب ده ايا كان في تجارته او في اي حاجة تانية. لكن بعدها بفترة مش كبيرة الشاب ده اخد باله ان مفيش اي تغيير، وان هو يوم عن يوم خسارته عمالة بتزيد، وكأن الساحر ده ما عملش اي حاجة تماما. وبعدها قرر ان هو يطلع على الساحر عشان يشوف ايه الحكاية بالظبط، وهناك الساحر اللي اسمه شعيب فضل يقنع في الشاب ده هو والمساعدين بتوعه ان هو لازم يتصرف في مبلغ مالي كبير ويجيبه لهم، وده عشان السحر يشتغل. وقالوا له كمان ان الفلوس اللي هم اخدوها منه في المرة الاولى صرفوا معظمها على الزئبق الاحمر وطلبات السحر، وعشان كده هو ما شافش اي نتيجة ظهرت. وطبعا زي ما انتوا فهمتوا كده بالظبط ان الساحر ده شغله كله نصب في نصب ومفيش حاجة من الكلام ده بتحصل. المهم ان في النهاية الشاب ده اقتنع بكل كلام النصب اللي هم بيخططوا ليه، وراح البيت وجاب كل الفلوس اللي كان بيملكها ووداها للساحر شعيب النصاب هو والمساعدين بتوعه. وشعيب كان بيحط الفلوس دي كلها تحت السرير بتاعه ويفضل يقنع في الشاب ده بان هي كده هتزيد زيادة كبيرة جدا. المهم ان في الوقت ده شعيب اتفق مع الشاب ان هو هيجي بعد 3
أيام عشان يستلم فلوسه اللي زادت. وفعلا الشاب استنى 3 أيام وبعدها طلع على بيت شعيب عشان يستلم الفلوس اللي هو وعده بيها، لكن المساعدين بتوع الساحر ده وقفوا له وقالوا له إن هو يستنى يومين كمان لأن الموضوع ده بياخد وقت كبير. وفي الوقت ده الشاب بدأ يشك في الموضوع وما بقاش مطمن نهائي، وبدأ يهرش اللي هم بيخططوا ليه، وهدد المساعدين اللي هم محمد ونور إن الفلوس لو ما رجعتش بعد يومين هيروح وهيبلغ في اسم الشرطة. وطبعا في الوقت ده محمد ونور راحوا قالوا الكلام ده للساحر شعيب وقالوا له إن هو بيهددنا كمان، وشعيب رد عليهم في الوقت ده وقال لهم إن هم لازم يأكدوا عليه إن هو يجي بعد يومين، وده عشان ياخد فلوسه وما عادش يجي هنا من تاني ولا حتى نشوف وشه. لكن بعدها بيومين الشاب ده اختفى تماما من القرية كلها ومحدش عارف هو راح فين ولا حصل له ايه، وحتى اهله في الوقت ده ما بقوش عارفين عنه اي حاجة. وبعدها عيلته قرروا ان هم يطلعوا على مركز الشرطة ويبلغوا عن اختفائه، والناس اللي كانت مشغلة فلوسها مع الشاب ده غضبوا وزعلوا جدا لان هم افتكروا ان الشاب ده سرق كل فلوسهم وطفش بره البلد، وبالاخص عشان هم عارفين ان هو في الوقت ده كان بيمر بأزمة صعبة جدا. وفي الوقت ده راحوا بلغوا هم كمان الشرطة بس قالوا لهم ان الشاب ده نصب عليهم في فلوسهم وهرب. وهنا رجالة الامن بدأوا يعملوا تحرياتهم كلها عشان يدوروا على الشاب ده ويعرفوا مكانه، لحد ما عرفوا من بعض الناس اللي قريبة منه جدا ان هو كان بيقول لهم ان هو رايح على بيت الساحر اللي اسمه شعيب، وده عشان عاوزه في مصلحة مهمة جدا. وهنا رجالة الامن استدعوا شعيب في الحال وبدأوا يحققوا معاه، لكن شعيب كان بينكر ان الشاب ده جاله من الاساس، وقال لهم كمان ان هو طول اليوم مشغول بالناس اللي بتجيله عشان تعمل اعمال سحرية، وان هو مش فاكر ان الشاب ده عدى عليه اساسا. وعشان مفيش اي حاجة ضد الساحر شعيب الشرطة امرت باخلاء سبيله وبدأ يمارس حياته طبيعي جدا زي الاول، لكن كان في ضابط امن كان متأكد بنسبة 99% ان شعيب الساحر ده هو المسؤول الاول والاخير عن اختفاء الشاب ده، وفضل يدور وراه على اي حاجة، لكن للأسف الشديد ما كانش بيتلاقى اي نتيجة، لحد اما قرر ان هو يقبض على نور المساعد الشخصي لشعيب، وفعلا قبض عليه وبدأ يحقق معاه. والظابط في الوقت ده عشان كان متأكد وعارف ان هما اللي ورا الاختفاء ده قال للنور ان انا قبضت على شعيب واعترف ان انت اللي خطفت الشاب ده، وفضل يحقق معاه لحد اما الشاب وقع بالكلام واعترف بكل حاجة. بس قبل ما يعترف خلى الظابط يوعده ان هو يحميه من اذية شعيب، لان فعلا شعيب كان معروف عنه ان هو مؤذي جدا، وده غير شكله اساسا اللي كان مرعب بشكل غير طبيعي، حتى الناس زي ما قلنا من البداية كانت بتخاف تقرب منه هو او بيته. المهم ان نور اعترف للظابط ان فعلا الشاب في اليوم ده كان جاي لشعيب على البيت، وده عشان يستلم فلوسه اللي شعيب اتفق معاه على ان هو هيستلمها، وقال ان شعيب في اليوم ده قرر ان هو يتخلص من الشاب ده عشان كان بيهدده. وفعلا شعيب حفر حفرة كبيرة جدا في بيته تحديدا تحت السرير اللي هو كان بينام عليه، وامر المساعدين بتوعه في الوقت ده اللي هم محمد ونور ان اول ما الشاب ده يجي يدخلوه على طول. وفعلا اول ما الشاب ده وصل على بيت شعيب ودخل جوه شعيب قابله ودخله على اوضة النوم بتاعته، واول ما دخلوا الاوضة قام وقتله في لمح البصر، وبعدها قطعه لقطع صغيرة جدا وعباه في اكياس بلاستيك، وقام راح حاطط الاكياس دي كلها في برميل صغير جدا ودفنه في الحفرة اللي كانت تحت السرير بتاعه. وطبعا ضابط الامن بعد ما سمع الكلام ده كله كان مصدوم من اللي حصل، وامر في الحال بالقبض على شعيب واستخراج جثة الشاب ده من بيته، وفعلا تم القبض عليه وتفتيش كل البيت واستخراج الجثة. ورجالة الامن كانوا مفزوعين جدا من منظر بيته اللي كان مليان طلاسم سحرية وتعويذ بشعة في كل مكان في البيت، وده غير كمية الاعمال الكبيرة جدا اللي هم لقوها واللي هم اعدموها بعد كده. والساحر شعيب اعترف بعدها على كل حاجة هو عملها وتم الحكم عليه بالاعدام، وبكده تكون انتهت قصة الساحر النصاب شعيب واللي كان يعتبر من اشهر السحرة والمشعوذين في السودان. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك للفيديو ده عشان تشجعنا على نشر المزيد، وطبعا مش محتاج اقولك تشترك في القناة عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.